هم سالفة لهم أنا في بر... أنا قلتها مرتين أو ثلاث مرات، بس في متابعين جدد ما يعرفون سالفته. في أول مرة ولادة لي مثلا ولد، كنت صغيرة يعني تينيجر بعد، ما كنت يعني حيل كبيرة، فما كنت أعرف لهم ما لهم. وكانت جدتي وقتها تعبانة، يعني جدتي هي اللي تسوي لهم، خالاتي أنفاسهم دوياتهم ما نشتري من برا، فكانت هبة انستغرام دويات انفاس وما ادري شنو، فاخذت من واحده حيل مشهوره. المهم لما اخذت لهم وديتها عند جدتي، جت تقول يمك هذا بهارات. قلت لها شنو؟ جت تقول يمك هذا مو لهم، يعني لما شمته قالت هذا بهارات، يعني ما راح ينظفك، ما راح يسوي شيء. وفعلا لما استعملته خلصته من انفاس ما نظفت عدل، ما شد رحمي، ما ارفع اهلي، احس اني ثقيل، رحمي ثقيل للحين، في هواء في غازات، فتعبت يعني من الهواء من، وبعدها الدورة تلخبطت عندي. فقلت بس بدهاش حكي وكلم جدتي. جدتي كانت تعبانة، يا حلوها الله يحفظها يا رب. فقالت الاساسيات بلهم كذا وكذا وكذا، ففتحت كتب اعشاب، قريت قريت قريت، خذيت القياسات، خذيت الأعشاب الحارة، الأعشاب اللي عادي أقدر أضيفها، وقياساتها لكل كيلو، لكل 500 جرام. فسويت اللهم هذا كتجربة لي أنا. كان عندي إسقاطات واجد إجهاض، يمكن 2 أو 3 منهم توأم، يعني وكبار، كان عمرهم 10 أسابيع، 2.5 شهر التوأم. فتعبت، فكليت ماما سكتي، فكليت هذا اللهم نظفني مع حبوب التنظيف، وعطيتها رفيجاتي وعطيتها أهلي. في وحدة من رفيجاتي حملت يعني لها تقريبا 3 سنوات، فما جاء بالي أنه من اللهوم، يعني ما توقعت أن اللهوم هو اللي خلاها تحمل. بعدها كنت أنا توني فاتحة حسابي عونية، ما عونية بيوتي، عونية بس، 2014 أتوقع. كنت أنزل وصفات، كنت أطبق الدروس الصابون اللي كنت أدرسها في أمريكا، ونزلت هذا لهم. فقلت يا بنات هذا مو للبيع، أنا ما عندي وقت أني أنا أبيع، خاصة أني أنا في أمريكا عايشة تقريبا، كنت أجي بس بالإجازات الكويت. أنتوا طبقوا اللي تبي تطبق طبق، هذا المكونات قدامها، لا تقول عونية أنا ناسبني وما ناسبني، المكونات قدامك، اللي إذا ناسبك طبقيه، إذا المكونات ونات ما ناسبتك لا تطبقينه. تبارك الله تبارك الله، ألف من ذكرى، البنات كلهم يقولون عونية على كثر ما كلينا دويات مو نفس هذا. بعدها قالوا عونية نبي نشتري، خاصة اللي برا الكويت، الإمارات، قطار، السعودية. فسويت من بعدها سويت الكمية، فصار ينباع عندي عند مندوباتي، وإلى الآن تبارك الله ينطلب بشكل دوري، يعني اللي تجربه وتلتزم فيه تكره باقي لهم. بس مشكلته في بنات يمكن ولا مرة كلوا لهم، فيحسون ان الطعم صعب او ما يقدرون ياكلونه، يروحون يطبخونه، او هو ما ينطبخ، يلهم كذي، تحطينه بقفشة تلهمينه، تشربين وراه شيء حار، ويكون حالي علشان يضيع الطعم. ما تقدرين تاخذين التمر معجون وتحشينه في اللهوم وتاكلينها وبس. لهومي هذا أنا مسويته، أنا اللي ماخذ قياسات الأعشاب، اللهم لك الحمد، من أكثر من 6 سنوات أنا أستعمله، ورفيجاتي وكل اللي أعرفهم، ونزلت المتابعاتي. في بنات ما يحملون حملوا، في بنات عندهم تكيسات راحت التكيسات، في بنات دورتهم تلخبطة صارت أوكي، ينفع للبنات، للمتزوجات، للأنفاس، حيل روعة. وكتبت الوجه الله، يعني في بنات يقولون عني احنا مثلا مو بالكويت او خارج الكويت، كتبين لنا مكونات، كتبتها تبون تطبقونه طبقوا، تبون تشترونه من مندوباتي هم من اشتروا، كل مندوبات في الكويت وخارج الكويت والسعودية يوفرونه لكم. بس سلامتكم تعيشون. متى ناكله؟ اول 3 4 ايام من الدورة، الصبح وعلى المغرب قبل النوم. واجد يسألون عنية متى ناكل اللهم، قبل ولا بعد الريوق؟ أنا عن نفسي أكل ريوقي ومستانسة وما فيني إلا العافية، بعدين أقعد على اللهم وآكلة. طبعا الكمية هذه كبيرة عليكم، أنتم ما تقدرون تأكلونها، بس إيها قفشة وسط تكفيكم، يعني ربع هالكمية، لكن أنا عادي يعني آكل اللهم ما عندي مشكلة. وحليب شوية، في فلفل وزنجبيل مهيل.
وبس. وما تحب الحليب تحط مرمية، تحط شاي اللي يعجبها. طبعا الريوق هو على حسب اللي انت تحبينه، في ناس يحبون يتريقون عصيدة بلاليط، لكن سوالف اجبان خففيها وقت الدورة، لا تاكلينها. هم من الحمسات احسها ثقيلة، فانا افضل بيض مفيوح او مقلي بلاليط عصيدة، هذا الصبح اللي اكله عموما يعني، او حمص او فول او نخ او باجلة، يعني عندك خيارات واجد.